المجلس برعاية أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. نروح إلى استعدادات نادي الهلال لملاقاة السد. على استاد جاسم بن حمد بنادي السد اختتم نادي الهلال السعودي استعداداته للقاء السد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا. الزعيم السعودي أقام تدريبه الأخير بقيادة مدربه الروماني ريجي كامب الذي أصر أن حديثه الأبرز سيكون على أرضية الميدان، مبديا جاهزية الفريق الذي خاض الاستعداد الأخير بتواجد جميع لاعبيه وبغياب وحيد تمثل باللاعب محمد الشلهوب بعد تخلفه عن مرافقة الفريق للإصابة. بدل المجموعة كلها كاملة واللاعبين كلهم يعني تحت تصرف المدرب بإذن الله، احنا عندنا يعني 23-24 لاعب بإمكان أي 11 لاعب يبدون المباراة، وهذا يعني شيء تأكد من خلال المعسكر التدريبي وتجهيز مجموعتين كاملة، وإن شاء الله أنه يعني نوفق في حسم المباراة لأن هذا هو المهم. الروح المعنوية العالية إضافة إلى التركيز كانت هي السمة الأبرز في تدريب الهلال، فالفريق الأزرق يدخل لقاء الغد بفرصتي الفوز أو التعادل بعد أن حسم هدف سلمان الفرج موقعة الذهاب لصالحه، حيث يسعى الزعيم الأزرق إلى إكمال ما بدأه في الرياض وضمان التأهل نحو دوري الأربعة. فزنا في الشوط الأول وباقينا الشوط الثاني. السد فريق محترم ولديه كل الحظوظ في التأهل، وبالتأكيد أنه احنا سنسعى إلى يعني تجاوز كل ما ذكرت. مباريات الكؤوس لها طابع مختلف عن دور المجموعات، وهذا يمكن اللي يفرق بين المباراتين. الروماني ريجي كامب يعتمد على خبرة لاعبيه وتميزهم في اللقاء، حيث يمتلك الفريق أسماء مميزة في خط الهجوم بتواجد البرازيلي تياغو نيفيز والمهاجمين السعوديين ياسر القحطاني وناصر الشمراني، فيما يأمل الهلاليون أن يتميز خط دفاعهم بتواجد الكوري كواك والبرازيلي ديغاو لتصعيب المهمة على هجوم السد.